السيد الرئيس، السيد نائب المحترم، فعلا هذا موضوع على كل حال رافقنا الحديث فيه ورافقنا الحديث حوله خلال هذه المرحله ديال الجائحه منذ تقريبا سنه. تم دعم واحد العدد ديال، في البدايه تم دعم جميع القطاعات المتضرره، ثم بعد ذلك بعد رفع يعني الحجر الصحي تم التوجه الى بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير والتي على كل حال استمر الضرر بالنسبه لها، خصوصا القطاع ديال السياحه وغيرها، وتم تحديدها في 8 ديال القطاعات التي استمر دعمها الى حدود اللحظه. والاجتماع الاخير على كل حال، المراسم اللي دازت مجلس الحكومه مددت، والاجتماع الاخير ديال لجنه اليقظه مدد الدعم ديال 8 ديال القطاعات اللي كتستافد الى حين شهر 6، الى نهايه شهر 6. نقول لك 8 تم دعم عدد المستفيدين، عدد مجموع ديال عدد المستفيدين بالنسبه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3,892,668 يعني اجير في هذه القطاعات بمبلغ 6 مليار ديال الدرهم و 240 مليون و 140 الف و 530 درهم الى حدود يعني نهايه مارس. شكرا. كلمه لكم